ونحن الآن في مجلس المحبة لسيد الأحبة. وسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم مولده الشريف ليس ليلة فحسب، بل لو أننا أقمنا في كل ليلة من ليالي السنة مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم لما زلنا نغترف من بحر المولد الشريف. كلكم قرأتم أنه في الساعة التي برز فيها الوجه الأطهر الأنور تهاوت الأصنام وكانت مثبتة بالرصاص والحديد، وقرأتم أو سمعتم أن نار فارس التي كانت تعبد من دون الله وكانوا يتعاقبون على إشعالها 1000 سنة لم تنطفئ، انطفأت في الساعة التي برزت فيها الطلعة المحمدية. وأنا وأنت في داخل كل واحد منا، في قلب كل واحد منا أصنام ونار مشتعلة تعبدان من دون الله. هذه الأصنام منها صنم الكبر، منها صنم التعالي، منها صنم التعزز، منها صنم الغرور، منها صنم حب المنزلة بين البشر. وهذه النار التي تعبد في داخلنا من دون الله هي نار الحسد، نار البغضاء، نار الكراهية للآخرين، نار إرادة الانتقام من الآخرين، نار إرادة الأذى للآخرين. وصبات الحديد التي تثبت هذه الأصنام في القلوب هو الهوى، والذي ينفخ في كير النار هذه لتشتعل هو الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه سماه الله إلها، سبحان الله. وشأن مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم كما أنه أطفأ تلك النار وهوى بتلك الأصنام، إذا ولد في قلبك أنت هذه الليلة ستهوي تلكم الأصنام وستنطفئ تلكم النيران. وهذا يحصل بأن تمتلئ بسيدنا محمد. تمتلئ بسيدنا محمد يعني تتعرف عليه، تتعشق وتتعلق به، تكثر من الصلاة عليه.